كالعاده الحقيقه دايما في ملعب الاهلي. بنبدا مع حضراتكم في هذه المباريات. عندنا مباراه مهمه، اولى مباريات ريني فايلر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وجهازه الفني المعاون، وبالتالي النهارده مباراه الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي في هذه المباراه، ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي يلاقي كانو سبورت من غينيا الاستوائيه.